مساء الخير مشاهدي قناه ناين لايف وصفحه جديده. كل سنه وحضراتكم طيبين، دايما ايام سعيده علينا. مساء الخير مشاهدي قناه ناين لايف وبرنامج صفحه جديده، يا رب تكونوا بالف خير وبالف صحه جميعا يا رب، داخل جمهوريه مصر العربيه وخارج جمهوريه مصر العربيه. يا جماعه بدون هزار، يعني انا جيت استحميت هنا في الدور ال 27 في الحمام، استحميت يعني شبه استحميت يعني عشان الحر غير طبيعي. انا باجي هنا من الساعه 1:30 تقريبا الظهر وبقعد اكتب حاجات زي ما حضراتكم شايفين كده، الحاجات دي اللي هي بكتبها بايديا يعني عن الحلقه يعني وعن الاحداث اللي بتحصل. فكنت في فرن، قاعد في فرن يعني، والحمد لله يعني مهم ان انا عشان اطلع كده والبس وابقى متشيك قدام حضراتكم كده. كنت تقريبا استحميت في الحمام في الدور ال 27 هنا في مبنى ماسبيرو يعني. فالدنيا حر قوي قوي يا جماعه، الدنيا حر قوي وتغالبا كده هتستمر درجه الحراره في الارتفاع وفي هذا المستوى يعني تقريبا اسبوع، يمكن تبتدي تنزل بعد اسبوع او احتمال ربنا سبحانه وتعالى يعني ايه يعني يبقى في عواصف كده يعني تقلل شويه درجه الحراره الرهيبه دي يعني 44 43 42 41 تقريبا، لما هتقل قوي قوي هتبقى 39 في بعد اسبوع تقريبا يعني. فالله يكون في عوننا جميعا، الله يكون في عون المصريين جميعا، الله يكون في عون كل الطلبة من المدارس والجامعات اللي بيروحوا كل يوم للجامعات وللمدارس في هذا الحر ويبقى فيه امتحانات، الله يكون في عونكم. طبعا بتمشى في الشوارع، الله يكون في كل عون كل الموظفين طبعا اللي بينتقلوا من مكان لمكان ويتواخدوا كل وسائل المواصلات المصرية الحديثة يعني، وكثير من الاتوبيسات اللي بقت بتكييف الحمد لله يعني، ومترو الانفاق اللي بقى بتكييف طبعا، لكن ستيل في ناس حضرتك برضو بيمشوا في الشوارع. الله يكون في عون الناس بقى اللي ما ينفعش تقعد قدام مروحه ولا هتنفع انها تروح تقعد في تكييف ولا اساسا تقعد في ضله، اللي هم مين عشان نستنى بقى يعني نتذكرهم كده بس عشان ايه نديهم قدرهم. طبعا العمال والمهندسين اللي بيشتغلوا في كل القطاعات المشاريع القومية اللي بتحصل في مصر، دول ما ينفعش يوقفوا الشغل في ميعاد تسليم. فانت حر بقى مطر ايا كان ماليش دعوة، انا عايز اكمل المشروع بتاعي القومي عشان بناء الدولة المصرية. فالله يكون في عونكم يا عمال ومهندسين مصر اللي موجودين في كل جمهورية مصر العربية، كل محافظات مصر اللي بتبنوا بلدكم. الله يكون في عون حضراتكم كل أفراد الجيش والشرطة، القوات المسلحة المصرية والشرطة المصرية اللي بتحفظ أمن وأمان جمهورية مصر العربية 24 ساعة في 24 ساعة، إذا كان على الحدود، إذا كان في المرور، إذا كان كل القطاعات طبعا وزارة الداخلية يعني. دول بقى ما ينفعش إيه يقعدوا في ضلة، أصل في شجرة هناك ننزل تحتيها، أو لا أصل في مثلا ضليل، أو لا هي في اديني دي حتة مروحة والنبي ولا تكييف. دول بقى حضرتك اللي ما ينفعش يعملوا اي حاجه غير ان هم يقفوا يحفظوا امن وامان جمهوريه مصر العربيه عشان حضراتكم تعيشوا في امن وامان. فكل التحيه والتقدير للقوات المسلحه المصريه وايضا الشرطه المصريه اللي بتقوم واجبها. درجه حراره 50 شغال طبعا في سيناء بقى والجنوب في الصعيد، درجه حراره 50 وفوق ماشي، حضرتك حر ورطوبه ماشي، امطار وعواصف ماشي، فيضانات ماشي، اي ايا كان. فبس كده وانت حضرتك بتجري عشان تقف تحت الشجره عشان الشمس حاميه عليك يا مصريين يعني، ولا مثلا بتاعه بسرعه يلحق البيت بسرعه عشان اخد دش ساقع عشان اقعد في التكييف ولا اقعد قدام المروحه. نتذكر بس الناس اللي بتضحي بحياتها وبتضحي بصحتها عشان بلدك تعيش في امن وامان يا مصريين، يا اللي بتتهدد الامن القومي في اتجاهاته الاستراتيجيه الاربعه اللي مفيش دوله في العالم كده حاليا. فكل التحيه والتقدير لكل المصريين اللي بيحافظوا على امن وامان بلدنا، ربنا يحفظكم يا رب ويقويكم ان شاء الله دايما. ده موضوع. الموضوع التاني بقى بعد اذن حضراتكم سريعا كده قبل ما ابتدي اقرا في الاخبار، لان انا عندي ان شاء الله حاجات مهمه في الاخبار يعني. سريعا كده حضراتكم اللي ما يعرفش المعلومه يعرف انه بيمر دلوقتي 20 سنه على بدايه المنتدى التعاون الصيني العربي. منتدى التعاون الصيني العربي
هي بدايتها كانت في 2004، احنا في سنة 24، يبقى مر 20 سنة على هذا التعاون العظيم ما بين الصين وما بين الدول العربية. وطبعا الصين يعني دولة عظمى، دولة بتهدد كيان اقتصاد أقوى دولة في العالم عسكريا وتجاريا واقتصاديا، هي الولايات المتحدة الأمريكية. فالصين بسم الله ما شاء الله، الله أكبر، اللي حددت النسل بطفل واحد فقط بالقانون لغاية لما بقت الصين. عندنا تعاون مشترك ما بينها عظيم جدا ما بين الدول العربية وخاصة جمهورية مصر العربية. طبعا حضراتكم كانت التعاون ده من 2004 كان عبارة عن علاقات الشراكة وبعدين علاقات التعاون الاستراتيجي وصولا إلى علاقات الشراكة الاستراتيجية في ديسمبر 22 ما بينها وبين إيه؟ الدول العربية. الصين واحدة من مميزاتها إيه لما تتعاون مع الدول العربية أو مع أي دول؟ إن هي لا تتدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة، لا تتدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة أيا كان، زي ما مصر بالظبط بتعمل كده، إنها لا تتدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة في العالم، وتحترم كل دول العالم وتحترم كل الأقطاب قطب وقطب. وحضرتك لا تسمح لأحد إن هي تتدخل في الشؤون الداخلية لجمهورية مصر العربية. الصين نفس هذا المنهج، فهي تعمل علاقات مع جميع الدول العربية بس ما تدخلش في شؤونها الداخلية. قرارات كنتوا سياسية ولا بتاع، ماليش دعوة بيكم، ما بأثرش عليكم اقتصاديا ولا سياسيا ولا غذائيا ولا أي حاجة، زي كتير من الغرب اللي هم أمريكا والولايات المتحدة الأمريكية يعني، وحضرتك الاتحاد الأوروبي مثلا بدي مثلا. وأيضا من مميزات الصين انك انت بتديك النو هاو، اللي هو ايه حضرتك، انت عندك احدث، عندها احدث ما تقدم فيه العلم في علم التكنولوجيا والاتصالات واختراعات والكلام ده كله وتصنيع السيارات والكلام ده، ما فيش اي مشاكل ان هو يديهولك بحب وبكل اخلاص، وفي تعاون مشترك ومنفعة مشتركة، ففي اختلاف شوية ما بين الشرق. طبعا روسيا نفس الحكاية، طبعا اللي هو القطب الثاني اللي هو الصين وروسيا وكوريا الشمالية وجزء القطب الشرقي يعني، بخلاف القطب الغربي اللي هو ما بيدكش دايما التكنولوجيا بسهولة. في طبعا تعاون وكل شراكة، وزي ما انا قلت طول الوقت مصر ليها علاقات جيدة جدا بجميع دول العالم على شرط لا تتدخل في الشؤون الداخلية لمصر، وقراراتها من هنا ومن هنا ربنا سبحانه وتعالى ومصلحة الشعب المصري 106 مليون مواطن مصري. أنا ليه بقول الكلمتين دول وبذكر حضراتكم بهذا المنتدى التعاون الصيني العربي سريعا آخر حاجة وبعد كده نخش على الأخبار. بعث الرئيس الصيني شين جين بينج رسالة التهنئة إلى الرئيس الدوري للقمة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حيث أشاد بالالتزام جامعة الدول العربية الدائم بتعزيز تقوية الذات في العالم العربي عبر التضامن وتدعيم السلام والاستقرار والتنمية في منطقة الشرق الأوسط. وأشار إلى أن العلاقات الصينية العربية تمر بأفضل مراحلها في التاريخ، وتضرب الصداقة الصينية العربية بجذورها في أعماق التاريخ، ويشهد التعاون الصيني العربي ازدهارا وحيوية وبتعاون الجانبان في بناء مجتمع الصيني العربي للمستقبل المشترك، ويتضمنان في مواجهة كافة التحديات القائمة حاليا والمحتملة في المستقبل. هذه الرسالة من الرئيس الصيني إلى ملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين في هذه القمة اللي كانت يوم الخميس اللي فات. قبل 7 اكتوبر 2023 كان كل الدول العربية وكل الدول العالم بتتكلم انه ها هنبقى قطب واحد ولا في قطبين. قبل 7 اكتوبر 23 لما حماس هجمت على اسرائيل واسرائيل ابتدت حرب الإبادة في فلسطين اللي بقالها كذا شهر. هل انا بقول انه العالم هيتحول من قطب واحد الى قطبين؟ ما اعرفش. الولايات المتحدة الامريكية قوية جدا عسكريا، قوية جدا اقتصاديا، ما اعرفش.
لكن في كانت بوادر انه في تغيير في المجتمع الدولي وقوه القوى العالم بشكل عام قبل 7 اكتوبر 23، لما حماس دخلت على اسرائيل ويعني قوه كده، وبعدين الحرب بقى اللي احنا عايشين فيها دي والدمار وقتل 35 الف مواطن فلسطيني وحرب الاباده وتهجير الفلسطينيين، وكل ما قيل في القمه العربيه وما قيل على لسان فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهوريه مصر العربيه القائد الاعلى للقوات المسلحه المصريه في رسائل هامه جدا هتناولها النهارده مع ضيفي. هل الرساله اللي بعتها الرئيس الصيني لجامعه الدول العربيه والملك البحرين، هل دي رساله مهمه ان احنا ناخد بالنا منها للمستقبل القريب او البعيد؟ ما اعرفش. لكن ايا كان احنا بنحتفل السنه دي ب20 سنه على العلاقات العربيه باقوى تاني دوله في العالم اللي هي الصين. كل سنه وانتم طيبين. عقبال لما نحتفل ب50 سنه كده واحنا بنشوف قطبين وليس قطب واحد، عشان العدل يسود المجتمع الدولي، عشان شعوب العالم تحس بالعدل ولا فرق ما بين المواطن الفلسطيني واي مواطن تاني في اي حته. يعني على راي كلمه فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، انا هكتفي عرقان واستحميت بعد كده في الدور 27 ونخش على الاخبار. على فكره ضيفي اللي هيكون منورني في الاستوديو النهارده ان شاء الله ونتكلم عن التفاعل الدولي مع نتائج القمه العربيه في البحرين، الدكتور هشام فريد الامين العام لائتلاف الجاليات المصريه في اوروبا. سريعا بقى نخش على الاخبار سريعا. مصر تنعي الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي ووزير الخارجيه حسين امير عبد اللهيان والوفد المرافق لهما. نعت مصر بمزيد من الحزن والاسى الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي ووزير الخارجيه حسين امير عبد اللهيان ومرافقيهم في الذين وافتهم المنيه اثر حادث اليم. وتقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بخاصة التعازي والمواساة إلى الشعب الإيراني الشقيق، داعيا الله عز وجل أن يتغمد الرئيس الإيراني الفقيد والراحلين بواسع رحمته ويلهم أسرهم الصبر والسلوان. وعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تضامن جمهورية مصر العربية مع القيادة والشعب الإيراني في هذا المصاب الجلل. وتوالت ردود الأفعال العربية والعالمية على وفاة الرئيس الإيراني التي عبرت عن تعازيها لإيران في هذا الحادث. وفاة الرئيس الإيراني والوفد المرافق له في حادث تحطم مروحية. أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني وفاة الرئيس إبراهيم رئيس وزير الخارجية أمير ووزير الخارجية أمير عبد الهيان والوفد المرافق لهما في حادث تحطم طائرة مروحية بمنطقة جبلية وعرة بشمال غرب إيران. وقع حادث تحطم طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بعد إنهاء زيارة له أمس لمحافظة أذربيجان الشرقية، افتتح فيها مع الرئيس الأذربيجان إلهام عليف سد قيز قلعة سي، وهو مشروع مشترك بين إيران وأذربيجان. وستقام مراسم تشييع جنازة الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي ومرافقيه غدا في مدينة تبريز الإيرانية. خالص العزاء طبعا للشعب الإيراني في وفاة رئيسه، وتمنى يعني مزيد من العلاقات الجيدة في هذا الاتجاه، إذا كان مصر ولا إيران ولا السعودية، مزيد للعلاقات الجيدة ما بين الثلاث دول هامة في المنطقة. خالص العزاء يا فندم. المرشد الإيراني محمد مخبر النائب الأول للرئيس الراحل يتولى السلطة التنفيذية. أعلن المرشد الإيراني أن محمد مخبر النائب الأول للرئيس الراحل يتولى السلطة التنفيذية وفقا للدستور. وينص الدستور الإيراني أنه في حال عجز الرئيس عن أداء مهامه أو وفاته على مجموعة من الإجراءات، ووفق نص المادة 131 من دستور إيران يتولى النائب الأول للرئيس المنصب إذا توفي الرئيس وهو في منصبه.
كما يتولى مجلس يتألف من النائب أول رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان ورئيس السلطة القضائية ترتيب انتخاب رئيس جديد خلال مدة أقصاها 50 يوما. قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي سيكون هناك تحقيق شامل لتحديد الأسباب الحقيقية لوفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في حادث تحطم المروحية. شكري التواجد العسكري الإسرائيلي على مشارف معبر رفح وضع قوافل المساعدات في خطر. وزير الخارجية: يجب إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس مبدأ حل الدولتين. وزير الخارجية سامح شكري أجرى مشاورات في العاصمة اليونانية أثينا مع نظيره اليوناني تم خلالها التأكيد على العلاقات الاستراتيجية بين البلدين. وفي المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية مع نظيره اليوناني قال الوزير سامح شكري أن التواجد العسكري الإسرائيلي على مشارف معبر رفح والأعمال العسكرية في الجانب الفلسطيني من معبر وضعت قوافل المساعدات في خطر بجانب المعوقات المتصلة بالتفتيش ورفض كمية كبيرة من المساعدات من الجانب الإسرائيلي، مشير إلى أن 65% من المساعدات التي تم إدخالها عبر رفح كانت منظمات المجتمع المدني والحكومة المصرية. وأكد شكري على أن مصر اعتبر القضية الفلسطينية صلب قضايا المنطقة، وشدد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار ودخول ونفاذ المساعدات الإنسانية وضرورة العمل على منع التهجير وتصفية القضية الفلسطينية مع ضرورة الإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس مبدأ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 4 من يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية. خامس خبر معانا النهاردة: المحكمة الجنائية الدولية تطالب بإصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو. على الصعيد القانوني طلبت المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهمة ارتكاب جرائم حرب. وأوضح المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن هناك أسبابا معقولة للاعتقال بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي يتحمل المسؤولية الجنائية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. كذلك طلبت المحكمة إصدار مذكرة اعتقال بحق وزير الدفاع الإسرائيلي يوف جلانت بتهمة الارتكاب جرائم حرب. وطالب المدعي العام للمحكمة أيضا إصدار مذكرات اعتقال ضد يحيى السنوار وإسماعيل هنية ومحمد الضيف. معانا الدكتور ايمن الرقب استاذ العلوم السياسيه. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير اخي شرف، تحياتي لك ولكل فئات الساده المشاهدين الكرام. ارجوك محتاج تعليق من سيادتك على المحكمه الجنائيه الدوليه تطالب باصدار مذكره اعتقال بحق نتنياهو. يعني بعد 5 أشهر من تقديم طلب جنوب افريقيا و7 اشهر من الحرب على بدل جمعيه ضد الشعب الفلسطيني، طلب طبعا كما اشير في الاخبار المدعي العام كريم خان من هيئه المكتب اصدار مذكرات اعتقال ضد 5 اشخاص حتى الان: نتنياهو وجلنت من الجانب الاسرائيلي، ومن الجانب الفلسطيني اسماعيل هنيه طبعا ومحمد ضيف ويحيى سنوار. طبعا هنا مساواه بين بصراحه الضحيه والجلاد بشكل واضح، هنا لا توجد تفرقه بين من يقتل ومن يناضل من اجل تحرير فلسطين. لكن طبعا ادعى المدعي العام ان هناك ارتكبت عمليات قتل عمد من قبل المقاومه واغتصاب، لكن في المذكره اللي اصلا هو لم يقوم باجراء التحقيق. لكن انا اعتقد ان مجرد طبعا اصدار مذكرات طبعا القاء القبض او احضار نتنياهو كان هذا امر جيد وسيبنى عليه، ونحن طبعا بالعاده يعني ندفع اثمان كل هذه المرحله. وانا اعتقد ان يعني الزيج باسم قيادات المقاومه لاحداث حاله من التوتر. لكن الغريب ليس طبعا هجوم الاسرائيليين على المدعي العام، ان كانت طبعا الحكومه ان كانت المعارض، يعني اليوم يائير لبيد وجلس هاجم واعتبروه انه امر مشين، والاكثر من ذلك ان البيت الابيض طبعا هاجم الجنائيه الدوليه بشكل مباشر والمدعي العام، والذي زار قبل ذلك طبعا تل ابيب وتحدث عن احداث 7 اكتوبر. لكن مباشره راينا التهيج بشكل كبير جدا والهجوم الحاد على المدعي العام، لان الامر لم يعد يتماشى مع متطلعاته. ومن بعد يومين خشب سيقولوا ان المدعي العام كريم خان معادي للساميه. للاسف الشديد هذا هو اصبح رتم كل من ينتقد او يصدر
احكام او حتى مجرد تحقيق ضد الاحتلال الاسرائيلي وجرائمه. دكتور ايمن، وقال نتنياهو خلال جلسه لحزب الليكود في الكنيست عن تصريحات المدعي العام للمحكمه الجنائيه الدوليه انها فضيحه ولن توقفني او توقفنا، وذلك في اول تعليق له على تحركات المدعي العام للمحكمه. بالتاكيد نتنياهو مستمر في حربه على قطاع غزه، وهو طبعا غير مقترف لذلك، لان حتى عمليه احضار نتنياهو لن تتم طالما موجود في الاراضي الفلسطينيه وما يسمى دوله الاحتلال، الا اذا تمكن من السفر عليه دوله. قد يكون هناك طبعا حاله من الجدل في عمليه استحضار او اعتقاله، والشواهد كثيره في العالم، لكن نتنياهو طبيعي جدا انه حيقول عنها فضيحه وانها عمل مشين بشكل او باخر، رغم انه التسريبات منذ فتره، هناك تسريبات حتى الان لم تصدر مذكره الاعتقال، مجرد انه طلب من المكتب الاعداد لمذكره الاعتقال. ولكن بالتاكيد سنشهد هجوم طبعا خلال الفتره القادمه بشكل كبير جدا على المحكمه الجنائيه وعلى المدعي العام بالتحديد. دكتور ايمن، بعد اذن حضرتك، احنا عندنا محكمه المحكمه الجنائيه الدوليه وعندنا محكمه العدل الدوليه. محكمة العدل الدولية خشبت فيها تقضي بين الدول، ولذلك هناك مقاضاة لدولة الاحتلال عبر محكمة العدل الدولية. أنا أعتقد أنهم طبعا، ومحكمة الجنائية الدولية متخصصة بالأفراد، إذا صدر طبعا من الجنائية الدولية إدانة واستدعاء لقيادات الاحتلال، هذا قد يشجع بصراحة محكمة العدل الدولية يعني بالإسراع في إصدار قرارات أقل تقديرا القرارات العاجلة بوقف الحرب على غزة، وطبعا لاحقا قد يكون هناك طبعا اذا الاحتلال، وهذا ما يخشى الاحتلال بصراحه، وخاصه الدعوه اللي اقامتها جنوب افريقيا واللي انضم اليها جمهوريه مصر العربيه امام محكمه العدل الدوليه. بالضبط، هي هذه اساس الدعوه، لانه هذه الدعوه اللي منذ قدمت منذ اكثر من 5 اشهر انضمت لها مصر حديثا، وتعرف مصر وزنها وفي المنطقه وثقلها ازعج الاحتلال بشكل كبير جدا، وراينا مهاجم الاحتلال كيف هاجم طبعا القاهره وتوجهها لمحكمه العدل الدولي. لكن كما اشرت، اذا صدر القرار فهذا سيكون مزعج اكثر من الاحتلال ويبنى عليه بشكل كبير جدا، لكن نحن نحتاج محكمه العدل الدوليه الان ان تصدر تدابير عاجله لوقف الحرب، خاصه الاحتلال تقريبا انتصف من دخول رفح، وبالتالي وقد طبعا تم ازاحه اكثر من نصف النازحين في رفح، بالتالي الامور ستزداد سوءا خلال الفتره القادمه. دكتور ايمن، حضرتك فلسطيني واستاذ العلوم السياسيه في جامعه القدس، صح كده؟ صحيح. بكل صراحه شديده، رايك ايه فيما حدث في القمه العربيه يوم الخميس في المملكه البحرين؟ يعني القمه طبعا لم يكن نتوقع احد ان يعني يخرج منها اكثر من ذلك. القمه كانت طبعا تحدثت بشكل عام حول موضوع نشر قوات لفصل بيننا وبين الاحتلال دوليا، تحدثت عن اعاده عن وقف الحرب، تحدثت عن عقد مؤتمر دولي للسلام، تدرك ان لا توجد شريك اسرائيل لعقد مؤتمر دولي للسلام. تحدثت القمه عن موضوع اصلاح منظمه الحاله الفلسطينيه وترتيب البيت الفلسطيني عبر ضوابط الفصائل تحت منظمه تحت الفلسطينية. يمكن انا بالنسبه لي انا سمعت لمعظم الكلمات، اعتقد ان كلمه الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت من افضل الكلمات، لانه تحدث عن من يريد اغراق المنطقه بالحرب وجرى الحرب، وكان بشكل او باخر هذا اشاره للاحتلال الاسرائيلي، لكن كانت ايضا الحديث واضح نحن لن نسمح بذلك، وتحدث عن دعم الشعب الفلسطيني، تحدث عن معبر رفح، تحدث عن اجتياح رفح، كل ذلك اعتقد له دلالات مهمه جدا، لكن القمه تحدثت بقرارات لكن لم تضع ادوات لتنفيذ القرارات، وهذا امر بصراحه طبعا يخرج قرارات القمه من قوتها، لا توجد آلية لتنفيذ هذه القرارات كما أشار من ضمن عقد مؤتمر دولي للسلام إرسال قوات دولية، لا تستطيع القمة أن تنفذ هذا الأمر، الأمور ستظل. ليه يا دكتور أيمن ما تقدرش، ليه ما تقدرش تنفذ ده؟ إحنا شايفين إن في الأمم المتحدة وعدد كبير جدا من دول العالم يا دكتور أيمن ابتدت تقول إن إحنا خلاص عايزين نعترف بدولة فلسطينية. حضرتك أخ أشرف، الأمر مرتبط كل هذه القرارات بقرار مجلس أمن، ومجلس أمن للأسف الشديد هناك فيزا أمريكية ينتظرنا، والأمريكان مباشرة ردا على طبعا ما حدث من قرارات القمة، قال أنها صعب تنفيذها ودعوة وجود قوات دولية، هذا سيمنع القضاء على حماس بشكل مباشر. الأمريكان تحدث عن ذلك، وجاك سولفان تحدث بشكل صراح وهو مستشار الأمن القومي الأمريكي، وبالتالي طبعا للأسف الشديد أي قرار من ضمن إرسال قوات دولية لغزة او عقد مؤتمر دولي للسلام يحتاج اولا ارسال قوات دوليه لغزه، يحتاج قرار مجلس امن، مؤتمر دولي للسلام يحتاج موافقه الاحتلال اصلا على
وجود اصلا سلام، وبالتالي كل هذه القرارات للاسف الشديد يعني لا تمتلك ادوات للتنفيذ. طب والاقتراح الخاص بهذه القمه بانك انت يبقى في عندك قوه حفظ اممي امميه، حفظ سلام اممي في ما بين الجانبين، ده اقتراح شايفه مش مناسب برضو؟ ما هو ده يحتاج الى مجلس قرار مجلس الامن خشب، لانه انت تربط قوات دوليه للوجود، وان هذه القوات الدوليه تدخل في غزه وتفصل بين الشعب الفلسطيني والاحتلال، ثم تكون نواة لترتيبات أمنية مستقبلية حتى إنشاء الدولة الفلسطينية. هذا بشكل عام إرسال قوات دولية إلى أي مكان يحتاج إلى قرار مجلس الأمن، والأمريكان رفضوا تكرم طبعا منذ الساعات الأولى لصدورها عن القمة العربية. طب إيه الحل يا دكتور أيمن؟ يعني الحل إنه في النهاية طبعا سننتظر حتى يقر الاحتلال بفشله في العملية، والأمريكان يقروا فشلهم ويضعوا رؤية للترتيبات. للأسف الشديد نحن في النهاية سننتظر ما ستولها القضاء الأمور من فشل إسرائيلي وموافقة أمريكية على طبعا إدارة الملف وآلية التدارك، خاصة اليوم نتحدث عن الأمريكان ينشروا بناء لا نعلم طبعا مريب، لا نعلم ماذا يريدون من خلفه، وفي نفس السياق هناك طبعا متغيرات طبعا كثيرة نتنياهو يريدها، حتى قد يأتي ترامب ويرى أنه قد يكون أكثر دعما له. دكتور أيمن، آسف حضراتكم، الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية، شكرا لحضرتك يا فندم، وتنورنا قريبا في الاستوديو. شكرا لك، شكرا ليك يا فندم، شكرا. نستكمل مع بعض الأخبار. هناك شؤون بقى داخلية، مدبولي تكليفات من الرئيس بالعمل على تحسين خدمات النقل الجماعي للمواطنين. تفقد صباح اليوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع لمشروع الأنفاق وأعمال التشغيل التجريبي بالركاب للجزء الثالث من المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو سي 3. وأكد رئيس الوزراء خلال التفقد على اهتمام الذي توليها الدولة للتطوير كافة وسائل النقل الجماعي وفق أحداث النظم والتوسع في مجالات النقل الأخضر المستدام. وهناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالعمل دوما على تحسين خدمات النقل الجماعي للمواطنين وتحسين خدمات النقل. وخلال تفقد رئيس مجلس الوزراء محطات الجزء الثالث، استقل ومرافقه احدى عربات مترو الانفاق بداية من محطة جامعة القاهرة وصولا الى محطة التوفيقية، مرورا بالمحطات الخمس الجديدة من هذا المشروع الحضاري المهم لمتابعة انتظام الحركة بالركاب ومدى اسهام المحطات الجديدة في تيسير الانتقالات. رئيس الوزراء حوافز جديدة لتشجيع التعليم التكنولوجي. أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء على اهتمام الدولة بالقطاع الخاص الذي يعد قاطرة التنمية، مؤكدا أن النهضة الصناعية في كل دول العالم تبدأ بالاهتمام بالتعليم الفني. ولفت خلال كلمته بالافتتاح الحرم الجامعي لجامعة السويدي الإلكترونية أن جميع المدارس الفنية التي يتم تشغيلها وإدارتها عن طريق القطاع الخاص أصبحت نموذج نجاح، وتابع أن التركيز على نوعية الجامعات التكنولوجية في كثير من دول العالم أحدث نوع من الطفرة في الصناعة، مشيدا بجامعة السويد التكنولوجية موضحا أنه سيكون هناك حوافز لتشجيع هذا النوع من التعليم. مجلس الوزراء حجم الاستثمارات العامة لا يتعدى تريليون جنيه بموازنة العام المقبل. عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع اليوم بشأن الإجراءات التي من شأنها وضع سقف الاستثمارات العامة. وأوضح رئيس مجلس الوزراء في مستهل حديثه أن الهدف من هذا الاجتماع يتمثل في التأكيد على القرارات التي اتخذتها الحكومة بوضع سقف للاستثمار العام، وذلك في سبيل العمل على تخفيض معدلات التضخم. وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا الاجتماع يأتي أيضا بهدف استعراض الآلية الخاصة بتنفيذ ومتابعة هذه القرارات وتفعيل دور اللجنة حوكمة الاستثمارات العامة الكلية بالدولة، والتأكد من عدم تجاوز الاستثمارات الكلية للدولة السقف المالي المحدد بالقرار وهو تريليون جنيه. وزارة التموين تعلن عن مناقصة لاستيراد 50,000 طن سكر خام. أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية عن ممارسة استيراد كمية بحد أدنى 50,000 طن من سكر القصب الخام من أي منشأ لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية ومثلها شركة السكر والصناعات التكميلية الجهة المستلمة. على جانب آخر، تستمر وزارة التموين الداخلية في
مد منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بالسلع الغذائية لاستمرار صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية ضمن مقررات شهر مايو 2024. الخبر العاشر، لتخفيض الأسعار الحكومة تقرر مد قرار الإعفاء الجمركي عن 12 سلعة لمدة 3 أشهر. النهاردة في إطار توفير السلع الاستراتيجية والسلع الغذائية أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قرار بمد الإعفاء الجمركي الكامل عن 12 سلعة استراتيجية لمدة 3 أشهر ضمن خطة الحكومة لتخفيض أسعار السلع الأساسية بالسوق المحلية، ويتم العمل بالقرار بداية من اليوم بالمنافذ الجمركية المختلفة لمدة 3 أشهر أو 3 شهور. وهو أهم ومن أهم السلع التي شملها القرار الإعفاء الدواجن والألبان والسكر والأدوية. معايا التليفون الأستاذ محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنين ضد الغلاء. مساء الخير يا أستاذ محمود. مساء الخير يا فندم. بعد إذن حضرتك يا ريت توضح لنا جميعا هذا القرار للحكومة، مد قرار الإعفاء الجمركي عن 12 سلعة لمدة 3 شهور، ممكن توضح لنا هذا القرار بعد إذنك أكثر؟ أقول لحضرتك أول تعليق من الممكن يعني أن يصل لها يطمر فيهم، يعني يا رب يطمر في التجار اللي تعمل لهم الحكاية دي، يا رب بس يعدوا الجمايل اللي عمالة تعملها الحكومة عشان ترى الحكومة أثر هذه الإعفاءات على الناس. يعني الحكومة عمل الإعفاء الجمركي ده أشرف عشان يستفيد منه المستهلكين المواطنين العاديين، تمام؟ حتى هذا يلحظ وجود هذه الامتيازات وهذه الإعفاءات خلال طفيف. أستاذ محمود يعني لحضرتك بس تحرك يمين شمال شوية عشان الإرسال بس يبقى كويس كده. كويس؟ تفضل يا فندم. فيعني بأمانة شديدة ما اتخذته الحكومة من قرارات في هذا الشأن، الهدف الرئيسي منه أن تصل هذه الإعفاءات الجمركية إلى المستهلكين، تمام؟ وأنا عندي أمل إن المرحلة اللي جاية إن شاء الله تشهد انخفاضات كبيرة. إحنا الأسبوع الماضي أو قبل الماضي كان فيه اجتماع مع اتحاد منتجي الدواجن ووصلنا معهم إلى حلول إيجابية، وبناء عليه بدا يبقى فيه نزول. لكن احنا ابلغنا وقلنا في وسائل الاعلام من خلال بيانات ومن خلال شغلنا ان اللي عامل ازمه في مشكله التواجد هم السماسره والحلقات الوسيطه، وده اللي خلى جهاز حمايه المنافسه ومنع الممارسات الاحتكاريه يتحركوا في قضيه معموله لثمانيه او سته تقريبا من كبار التجار او السماسره اللي بيشتغلوا في سوق التواجد. على الجانب الاخر الدولة لم تدخر جهدا في وجود في طرح هذه الافكار اللي انت تعمل اعفاءات جمركية اللي تسمح بخروج الحاجات اللي موجودة في الجمارك بسعر الدولار البنك مش بسعر السوق السوداء زي ما كانوا بيتكلموا الاول، وبالتالي ما فيش لهؤلاء الناس ان هم يظلوا على اسعارهم التي كانوا عليها منذ عام. خلاص كفاية كده، والناس يجب ان تشعر بالحكاية. في حاجات انخفضت في الاسواق وده كلام مبشر وكلام ايجابي ولازم نقول عليه، لكن في حاجات للاسف الشديد لم تنخفض حتى الان. حضرتك رئيس جمعيه مواطنون ضد الغلاء، بعد اذن حضرتك في الخبر اللي قبليه على طول وزاره التموين تعلن عن مناقصه لاستيراد 50,000 طن سكر خام. دايما لما بقابل المواطنين في اي منطقه واقارب ليا و يقول لك ازاي احنا هنستورد سكر، وخاصة السكر اللي هو حكاية القصب بنستخرجه من القصب يعني، واحنا بفضل الله طول عمرنا يعني بنزرع القصب وبنستخرج السكر من القصب، ده غير طبعا البنجر و يعني هي ايه المشكلة اللي حصلت فجأة في موضوع السكر ده وخلتنا ان احنا نضطر طول الوقت نستورد سكر؟ احنا احتياجاتنا في مصر يعني تزيد عن 1,200,000 ألف طن. إنتاجنا في مصر يقل عن 900,000 طن. وبالتالي أنت عندك فجوة صغيرة بتحاول تستوردها من الخارج. تمام؟ وبأمانة شديدة إحنا بنستورد. ما فيش أزمة عندنا.
لكن الدولة توسعت عملية استيراد السكر بنفسها حتى لا تحدث نفس الأزمة اللي حصلت في العام الماضي. وخلي بالك إن أسواق السكر عالميا حصل فيها انخفاضات نتيجة لضعف الشراء في معظم دول العالم، مش عندنا بس، في حالة ركود في الدنيا كلها، وبالتالي في سكر رخيص الدولة انتهزت الفرصة عشان تشتري منه، وبالتالي يعني عايزة تحافظ على سعر سكر ما بين 30 إلى 35 جنيه لا يزيد عن هذا. هل في مصانع عندنا ولا تتدخل في هل في عندنا أستاذ محمود بقى، هل في عندنا مصانع قفلت في هذا المجال؟ لا لا، هو اللي قفل أبو رقاص وخلاص شغلوه في حاجات تانية. يعني كان في جزء من قصب السكر ما وردوش السنة اللي عدت المزارعين، السنة دي استبدلوا الكلام ده بالبنجر وخلاص الأمور بدأت يعني تتحرك. وخلي بالك في شركات، في مصانع سكر دخلت في الإنتاج المرحلة الأخيرة، وبالتالي ربما الفجوة التي حدثت في العام الماضي لا تتكرر هذا العام، وعندنا أمل أن الأمور يعني تجري بشكل هادئ ودون أي انزعاجات أو اختناقات في سوق السكر على وجه التحديد. آخر خبر بعد إذن حضرتك النهاردة معايا في الأخبار، يعني يعني اسمح لي ان انا انتهز حضرتك معايا على التليفون. وزير الماليه 120 مليار جنيه تكلفه دعم رغيف العيش بالموازنه العامه. النهارده وزير الماليه الدكتور قال ان دعم رغيف العيش في الموازنه العامه للدوله سجل 125 مليار جنيه، وفي المقابل يتم البيع بمبلغ 5 قروش، اي يوفر حوالي 5 مليار جنيه فقط، وتتحمل الدوله 120 مليار جنيه. وقبل 3 سنوات كان المبلغ فقط المخصص للدعم حوالي 30 مليار جنيه. فهمني اكتر هذا الخبر. وطبعا يعني في اولا خليني اقول لك ان احنا عندنا عجز في الموازنه العامه للدوله ما فيهاش كلام، وفكره ان الدوله تصر على انها تدعم رغيف العيش في هذا التوقيت ده كلام ايجابي جدا، لانه الظروف الاقتصاديه لا تسمح بان الدوله تتخلى عن المواطنين. واعتقد انه كل الخطوات اللي بتعملها الدولة خلال المرحلة الأخيرة كانت بتستهدف منها التخفيف من حدة التغيرات الاقتصادية أو الإصلاحات الاقتصادية التي تمت بعد 2013 بعد التعويل الأولاني أو اتفاقيات صندوق النقد الدولي. بالبلدي كده الدولة بتدفع يعني رقم كبير، لكن خليني أقول لك بأمانة شديدة يعني الظروف الاقتصادية الآن يعني فيها شيء من الضعف عند الناس، تعبانة جدا. ربما يأتي اليوم اللي المواطن المصري ما يحتاجش فيه لرغيف العيش المدعم، لأنه هيبقى الأمور أفضل. عندنا أمل إن المستقبل يبقى فيه إنتاج وعندنا وفرة والناس بتشتغل وعندها قدرة على إنها تكسب وتتكسب من نتاج عملها بدلا من إنها تعتمد على الدعم. وده وارد، وده على فكرة في البرازيل حصل، انه كانت الدولة في البرازيل ايام لولا سيلفا في الفترة الاولى بتدعم مطاعم الشعب اللي هي بتاكل الناس ببلاش. النهارده مطاعم الشعب في البرازيل بقت تراث، محدش بينظر لها ولا بيشوفها، محدش بيدخلها اساسا، لانه الناس خلاص اكتفت وبقى عندها مورد وعندها رزق وعندها قدرة على التكاسب وكده. وده في الاخر يصب اللي حضرتك اتكلمت فيه كله النهارده في هذه المداخلة، يصب في الاول وفي الاخر في ان احنا عشان كده الدولة عمالة تستثمر مليارات الجنيهات في انك انت تزيد الرقعة الزراعية اكتر واكتر، فيبقى في توفير اكتر لزراعة القمح، توفير اكتر للقصب السكر، توفير اكتر للبنجر، توفير كده لكل المنتجات اللي ممكن ان احنا نستخرجها ويبقى عندنا اكتفاء ذاتي من هذه المنتجات في جمهورية مصر العربية. شكرا لحضرتك استاذ محمود. شكرا جدا استاذ محمود عسقلاني رئيس جمعية مواطنين ضد الغلاء، شكرا يا فندم. اخر خبر معانا حضرتك عشان هيطلع فاصل ونستقبل ضيفي. الارصاد، استمرار مواجهه الحر الشديد على اغلب انحاء الجمهوريه، بتستمر موجه الحر الشديد على اغلب الانحاء، واعلنت هيئه الارصاد الجويه استمرار ارتفاع درجات الحراره على اغلب انحاء الجمهوريه غدا الثلاثاء، ليسود طقس شديد الحراره نهارا حار على السواحل الشماليه، معتدل ليلا على اغلب الانحاء. خلي بالكم يا جماعه، البسوا يعني حاولوا تبعدوا عن الشمس شويه، البسوا حاجه طاقيه على راسكم خصوصا كبار السن وايضا الطلبة التلاميذ الصغيرين، والله يكون في عون زي ما قلت في أول الحلقة كل الناس اللي ما ينفعش شغلها ما يديهاش الفرصة ان هي تبعد عن الحر ولا الرطوبة ولا العواصف ولا الشمس. القوات المسلحة المصرية، الشرطة المصرية، الشرفاء من بناء جميع المشاريع القومية في جمهورية مصر العربية. فاصل وراجعين حالا.